ازيكم؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. النهارده قررنا ناكل عند انس الدمشقي، فيلا بينا. لبيني في الهرم، يلا بينا هنجرب اللي هي الشاورما الصاج اللي هي اللحمه. طبعا احنا عاملين ان احنا هناكل من هناك شاورما سوري اللي هي تقريبا اللي هو الصاج دوت، عيش صاج صح؟ اللي هو العيش الصاج. في سوري وفي لبناني وفي فرنساوي، فرنساوي دوت اللي هو الفيني. شاورما لحمه صح؟ ونطلب معاها برضو بطاطس، بس المكان عايزه اقول لكم نظيف يعني حلو. والحلو كمان ان المطعم مفتوح تحت فبيعملوا الاكل قدامكم. بيشكروا قوي في اللي هو اللي ورا دوت اللي هو بالزعتر، اسمه ايه؟ لا المناقيش. المناقيش. طيب احنا نجرب الاول الشاورما، لو عجبنا نطلب المناقيش. ماشي بالظبط، عشان على حسب الميزانيه. ايوه انا هجيب شاورما لحمه، انت هتجيبي ايه؟ شاورما لحمه. طيب يلا نطلب بقى دلوقتي. عندهم مشروبات سخنه واللي هي المشروبات المثلجه، دي اللي هي المانجا والموز والفراوله. الايس كريم اهو، بس احنا عشان ناكل ايس كريم هنا. نزل اول حاجه بالتوميه، طبعا دي فري مع العيش. نزلوا كمان بالمخلل، بطاطس وجزر وخيار مخلل. دي البطاطس اللي هي بالجبنه الشيدر، هندوقها طبعا وهنقول لكم راينا فيها ايه. وديت الشاورما الصاج، هي حجمها صغير، هنشوف برضو مكوناتها ايه ونقول لكم برضو راينا فيها. ايه رايك في البطاطس؟ هو حاططها في الفرن، فاهمه؟ مش حاطط فوقيها الجبنه الشيدر، يعني ممكن تساعدها كده، بس كلها بالشوكه ما تسمعش فايده. عايزة كده، كنت عايزة صوص الجبنة الشيدر. كنت هو كنت جبتيها عادي يا أمير؟ أنا معرفش، إن أنا فاكرة إن هو هيدوق فيها جبنة الشيدر. هو طبيعي إن هو بيمسك بالسوق فيها جبنة الشيدر، معرفش ما يعني كده. بس كورة لما هي أميرة كانت عايزاها اللي هي بطاطس وفيها جبنة شيدر، بس هو جابها حط ده على دوت وحطها تقريبا في الفرن كده بيصور. مفكرة إن الموبايل بيصور، فعمالة باكل وببص للكاميرا. ماشي يا أمير. من اول حاطين عليها طحينه وبقدونس، بقدونس وشاورما وتقريبا لبنه برضو. انا متضايقه طعم اللبنه بس حلو، طعمها حلو، فعلا حلو قوي. بيقولي ان البطاطس ما عندهمش بطاطس، عندهم اللي هي الجبنه الشيدر اللي هي بتبقى سايحه او حاجه زي كده. بيقولهم عن اللي هو لو عايزين بطاطس عليها جبنه شيدر لازم يحطوها في الفرن عندهم، تبقى هي والبطاطس يعني حاجه واحده مع بعض. بس الشاورما حلو، طعمها حلو. هما البقدونس مزودينه سيكا، انت ممكن تطلبوه من غير بقدونس، انا معرفش ان هو حاطط عليه بقدونس. لا امبارح انا عارفه. كنت على 100 الرابطة حلوة برضه، لسه كده. قربيها مني كمان. بس طبعا سندوتش واحد ما يقلش فرد يعني. هو الكريب صغير مش كبير. وحاطين من جوه اللي هو المخلل برضه. بانجا اسمه ايه؟ لفت. هي دي بطاطس؟ بطاطس، دي بطاطس مخللة صح؟ ولا ليه؟ لا مكلتش بطاطس يا ريت، طلع نفت افتكرنا بطاطس. خلينا نعمل كده احسن. ولا كده مزز، انا بحب الحالات المزز قوي. خدت فكره عشان بعد كده المره الجايه ما تطلبوش جبنه شيدر فوقيها. اها ما جبش بقدونس. بس اللحمه حلوه. وحاطين فيها، حاطين فيها زي ما يكون ليا. ايوه صح، ليا او بيتنا، دي طعم حلو. ليا احنا بنخاف ناكل بالمعالق اللي بره للاسف، بس هدوق بقى من على الفرخه خالص. مفيش دقايق بقى. التوميه طعمها حلو قوي، انا بعشق التوميه، سواء وحشه او حلوه. زي ما انا قلت لكم
اطلبوا عادي الشاورما الصاج حلوه طعمها حلو احنا جبنا اللي هي باللحمه فحلوه قوي حتى عاملين حاطين فيها ليا او تاني مديه طعم حلو قوي للحمه بس البطاطس بلاش تطلبوا البطاطس فيها جبنه شيدر تطلبوا بطاطس عادي مقليه عادي اللي هي ساده يعني ما تضيفوش عليها اي حاجه لان هم عاملينها في الفرن مش حاطينها فوقيها كده بس طريه فمش حلوه خالص حلو لكن واللبنه والمخلل حلوين قوي هي الحميه الثومية والمخلل حلوين قوي مش عارفة تقريبا انا قلت في كل الفيديو لبنة صح؟ رعب فمعلش بعذب يعني انا عمالة بقول مش صحيتي انا جعانة اصلا ايه؟ كل بركات السندوتش بس البطاطس لا عشان محمرة اي حاجة محمرة ما باكلهاش عشان الدايت وكده ما يجوش ممكن اكل بس يعني هم حاطين شيدر كمان عليها يعني صعب هيبقى دون كتير سعر الساندويتش ب 50 جنيه الساندويتش الصاد دوت وسعر معاه طبعا التوميه فري والمخلل المخلل والتوميه فري وسعر البطاطس تقريبا 15000 ايه البطاطس مديها لي بكام؟ 15 تقريبا 15 المفروض اميره قايله هناكل بقى عند ال العبد والايس كريم اللي احنا دلوقتي ممكن هنروح عند العبد ناكل ايس كريم لما نشوف كده اخبارنا يعني هنشوف رجينا هتوزل فين هما بيبيعوا هنا ايس كريم برضو بس كنا عاملين قبل ما ننزل ده من هنا يعني ولا نروح احسن عند العبد؟ لا خلينا في العبد نجربه خلاص ماشي زي ما قلنا لكم ساعة الحلاوة برضه قلنا لكم هنجرب منه الايس كريم فجينا فعلا زحمة قوي على فكرة على الايس كريم جدا البولة ب 15 البولة ب 25 2 بولة انت طلبتي البوله اللي هي ب 15 صح؟ انا كنت عايزه فستق بقول لك هيتاخر خمس دقايق انا طلبت مانجا دي بوله ب 15 انا طلبت فستق بقي كده طعمه ثواني استني طلبت انا المانجا وايا طلبت الفستق ايا بتقول طعمه حلو قوي طعمه فستق فعلا انا طلبت المانجا لسه هدوق الوحشه قوي بس طعمها حلو حلو قوي الفستق جميل خلصتي؟ اه خلصتها جبت اللي بفول طعمها فستق فعلا المانجا طعمها حلو برضه بس زي ما انا برضه عند رايي صغنونه قوي هي صغيره بس طعمه حلو يستاهل هو مديلك الواحده بكام؟ 15 ايه انت عملت مش عايزه عماله بقول لها الدايت ومش هينفع ومش عايزه وقفت قدام الثلاجه رحت جايبه عنده بلوتس برضه عايز نجربه لا وايه خلصتها قبليها كمان بس بقى احنا هنروح بعد كده عند جدتي بعد كده نروح كنا نشارككم اليوم النهارده هو يوم بسيط كده بس حلو يعني في نفس الوقت لطيف يعني خلاص ما كده خروجه بسيطه ولطيفه ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد بنعمله انا واميره مع السلامه